ما في أي تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها كبتني هون نحو 15 قتيل. في اليوم الثالث من فجر الجرود الجيش يلاحق فلول الإرهابيين واستسلام عدد كبير منهم. يا غيال يا ملعليش يا هلبين لك يو ثلاثة شهداء للجيش في انفجار لغم أرضي بآليتهم، وقائد الجيش يجول عند التلال المحررة ويزور غرفة العمليات. القوات العراقية تتقدم وتقطع طرق رئيسية إلى مدينة تلعف. صباح الخير. واصل الجيش اللبناني قصفه العنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع تنظيم داعش في جرود القاع ورأس بعلبك، فيما أعلن السيطرة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا من أصل 120 من جرود رأس بعلبك والقاع. وخلال الإجازة اليومي لمديرية التوجيه في الجيش عن سير المعارك، أعلن عن مقتل 15 إرهابيا من تنظيم داعش وإفشال عمليتين انتحاريتين بواسطة سيارة ودراجة نارية مفخختين، ومع إحرازه تقدما ميدانيا عبر التلال والمرتفعات الجردية في رأس بعلبك والقاع، أعلن الجيش عن استشهاد 3 عسكريين وجرح رابع جراء انفجار لغم بآليتهم العسكرية. تقدم ساعات انطلاق عملية فجر الجرود ضد تنظيم داعش، يواصل الجيش اللبناني تقدمه في جرود رأس بعلبك والقاع. حصيلة الساعات الأخيرة والتطورات الميدانية عرضها العقيد فادي أبو عيد المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش في مؤتمر صحفي عقده في اليرزي. تم تدمير 12 مركز للإرهابيين في هذه المناطق التي تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. تمكنت قوة من الجيش من تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين تقلان انتحاريين كانوا يحاولون استهداف عناصر الجيش. مثل ما ذكرنا المساحة اللي سيطر عليها اليوم الجيش 30 كيلومتر مربع. مجمل المساحة اللي سيطرنا عليها بدءا من اليوم التحضيري هي 80 كيلومتر مربع من أصل 120 كيلومتر مربع. كمان كبدناه هون نحو 15 قتيل نجم عن الاشتباكات المباشرة والقصف المدفعي والجوي. نتيجة للضغط اللي عم بقوم فيه الجيش في هناك حالة فرار بصفوف تنظيم داعش. أما لدى الجيش فسقط 3 شهداء وجريح إصابته حرجة نتيجة انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية. وفي رده على أسئلة الصحفيين نفى العقيد أبو عيد وجود تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله أو الجيش السوري. هذا كلام قيل، مثل ما بنرجع بنقول ما في تنسيق مع حزب الله أو الجيش السوري. ما في وقت محدد، نحن ملتزمين لحين تدمير وانهاء تنظيم داعش من اراضي لبنان. وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون تفقد الوحدات العسكريه التي تواصل تنفيذ عمليه فجر الجرود في مناطق راس بعلبك والقاع، وزار غرفه عمليات الجبهه واطلع من قائدها وقاده الوحدات الكبرى على سير العمليات العسكريه، ثم جال في المراكز التي تم تحريرها من تنظيم داعش الارهابي والتقى الضباط والعسكريين واطلع على اوضاعهم وحاجاتهم، مزودا اياهم التوجيهات اللازمه ومتمنيا الشفاء العاجل لرفاقهم الجرحى. وشهد اليوم الثاني من المعارك زيارات تضامنية مع الجيش اللبناني قام بها منسقو تيار المستقبل في بعلبك وعرسال والفاكهة في ظل أجواء شعبية مؤيدة ومواكبة لتحركات الجيش. إلى ذلك تفقد رئيس الجمهورية ميشيل عون جرح المؤسسة العسكرية الذين أصيبوا خلال تنفيذ مهامهم ضمن عملية فجر الجرود. وتوجه الرئيس عون إلى الجرحى بالقول: لم تفاجئني معنوياتكم حين تمنيتم أن تشفوا سريعا لتعودوا إلى الجبهة
فهذا هو جيشنا وهؤلاء هم أبطالنا. كيفك؟ هلا صرت منيح. الله يخليك يا رب. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يخلي لكم. هلا هلا نورت. نورت. هلا هلا صرنا منيح. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. أنتوا أبطال. أبو الدار ما بتوقع. هاي عنا إياها نحن. إن شاء الله بتقوم تمشي. أكيد أكيد إيه أكيد. أكيد. الله يطول عمرك كلنا جنودك، أنت أمرنا نحن كمان نحمل سلاح ونطلع الجبل. يا هلا مختار الرئيس. كيف باينة؟ مين؟ حسن شقر من زوطة الغربية. زوطة. رجل هندسي. والشرقية مين؟ الشرقية أولاد عمنا. طول الله يخليك يا رب. الله يحفظك. الله في ده المؤسسة. طيب. في ده الله. إن شاء الله بالخير. نعمل الذي ترجع فيكم تمشوا. سيدنا يا ريت لو نرجع من هلأ عن الحارب يكون حد زملائنا صح. عملتوا الواجبكم الأقصى زملائكم رفاقكم عم بيكملوا الموضوع، وهذا شيء طبعا بيعزيكم إنه عم تنجح المهمة. أكيد بفضل الله على فخامتكم وقيادة الجيش. الله يخليكم. سيدنا طلب مني من الصبح من امبارح لما اجى انه كان بده يستشهد، قال مش مكفيه هيك الا بده يستشهد. قلت له انا خلي دور لغايه اذا في شيء هو جاي اخر نقطه اخر لكن كل عسكري بيروح على الجبهه بيقول انه معقول يستشهد. هلا كان ناوي انه يستشهد. لا ما قبل لي كيف معقول يستشهد، معقول لا رايح يعمل مهمه. هو عم يعمل المهمة ما قدر يكفي لأنه صار معه الحادث. يطولنا عمرك. بيو ل... أنا بيو لمحمد الشريف. زيارتك الكريمة لهون وتواضعك اللي مش معقول. أنا شخصيا مريض سكري هلأ صحيت مش الشباب. الله يخليك. احترامي. الله احترامي. الله يخليك. طول عمرك. الرئيس بعدين بكرة بترجع تمشي في عنا الوسائل والعناية واللي بدك إياه. الله يحفظكم. ما بدنا ننتقل عليك. الله يحفظك. استقبلت عكار خبر استشهاد اثنين من أبنائها في المؤسسة العسكرية بمزيج من الفخر والاعتزاز بما قدماه للوطن ومن الحزن على الفراق. عثمان شديد، باسل موسى وإليطان يوسف ريجي، ثلاثة شهداء رفعوا رأس الوطن وتركوا دماءهم على أرض الشرف لتنبت وفاء وتضحية. لك يا عثمان، لك يا روحي. عكار التي طالما قدمت أبناءها قرابين على مذبح الوطن، ها هي اليوم تقدم الشهيد شديد والشهيد موسى في معركة لبنان ضد الإرهاب والإرهابيين عند الجرود وفي التلال. الله يرحم الشهيد، ونحن كلنا فضل الوطن، ونحن أنا عمه وولادنا كلها بالجيش، والله يحمي الجيش ويخلي لنا قائد الجيش ويحمي كل إنسان بالجيش، ونحن كلنا فدى الجيش وكلنا فضل الوطن. نحن كلنا نحارب مع الجيش، كلياتنا للجيش وفدى الجيش، ونحن نلبس البدلات ونروح على الجيش وروحنا ودمنا فدى الجيش. وكانت قيادة الجيش قد أشارت إلى أن الشهداء الثلاثة سقطوا جراء تعرض آليتهم لانفجار لغم أرضي. نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره بالأمس بعملية فجر الجرود، وقال إن الجيش يقوم بعمل بطولي ووطني ويحقق إنجازا كبيرا، خصوصا أنه يقاتل إرهابيين
يخوضون معركة حياة أو موت وينتصر فيها. وأكد بري أن موعد جلسة الثلاثاء والأربعاء قائم، وهي جلسة مناقشة للحكومة، وبعد انتهاء النقاش يمكن أن تتحول إلى جلسة تشريعية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه حين تفسح للجيش المجال فهو قادر على كل شيء. وخلال العشاء السنوي لبلدة بقاع كفرة قال جعجع: لا دولة يمكنها أن تستمر بجيشين، ولا يمكنها أن تقوم إذا لم يكن القرار الاستراتيجي محصورا بداخلها، مطالبا القوى السياسية بأن تلتئم حول المعادلة الذهبية شعب دولة وجيش. اللي عم بصير اليوم لأنه مجرد ما التقى سلطة سياسية من رئيس الجمهورية للحكومة فكوا الضوء عن الجيش اللبناني وقالوا له عمونا عم بدهم يجربوا الآخرين يقنعونا إنه الجيش مش قادر ومعه سلاح ما بيعرف يقاتل وإذا قاتل بينقسم وإذا 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 أول ما صار مجال الجيش لك شو عم بيعمل. اليوم نايب إبراهيم كنعان بيعمل تصريح معبر جدا بيقول إنه معركة فجر الجنوب أي الجيش عطى هالمعركة سماها معركة فجر الجنوب. هي بالحقيقة مش بس معركة فجر الجنوب، هي معركة فجر السيادة. وهالموقف يعبر عن حقيقة موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. نحن بدنا نأكد على هالموقف ونقول إنه المعركة عم بتصير اليوم مش بس معركة فجر الجنوب، هي معركة فجر السيادة. من بعد ما بيعمل الجيش اليوم مش مقبول تستمر الأمور مثل ما هي. كانوا يتحجروا إنه الجيش قادر ومش قادر، هلا عم يبين إنه بس يزيحوا من درب الجيش قادر على كل الأشياء. ما في دولة فيها تقوم بجيشين فيها. ما في دولة فيها تقوم إلا القرار داخل الدولة وإلا فيها جيش واحد. كل اللي كانوا يتحجروا فيه اليوم سقط. وبالتالي بطلب من كل القوى السياسية يعيدوا النظر بكثير من النظريات اللي كانوا يطرحوها، نلتم كلنا سوا حول معادلة ذهبية فعلية هالمرة هي معادلة شعب دولة وجيش. أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية نائب سامي الجميل التضامن الكامل مع الجيش اللبناني في المعركة التي يخوضها في الجرود. وتوجه الجميل إلى المشككين في احتفال أقامه إقليم بعبد الكتائبي في حمانة بالقول: ها هو جيشنا يخوض المعارك ويقوم بدوره بالكامل، ويبرهن بأنه قادر على مواجهة كل الأخطر. لجيشنا ولا أبطالنا يلي عم يدافعوا عنا، بدنا نقول لكل المسؤولين الرسميين والغير رسميين، بدنا نقول للجميع وللمشككين، بدنا نقول لهم هيدا هو جيشنا يلي عم نشوفه اليوم عم بيخوض هيدي المعارك بمهنية عالية وبمستوى عالي، عم نشوف التدريب، عم نشوف المعدات، عم نشوف التخطيط، عم نشوف ضباطنا، عم نشوف شبابنا، جنودنا عم بيقوموا بدورهم بالكامل من دون تردد. عم نشوف انه عنا جيش قوي قادر يدافع عنا بوجه كل الاخطار وقادر يحسم اي معركة بيدخل فيها. في مستجدات ملف العسكريين المخطوفين، وبينما نفت أوساط المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لصحيفة المستقبل كل ما أشيع إعلاميا خلال الساعات الأخيرة عن العثور على جثث معينة وإخضاعها لفحوص الحمض النووي، أكدت المصادر العسكرية أن لا شيء جديدا ولا جديا حتى الساعة في هذا الملف، معيدة التشديد على أن الجيش لم يدخل في أي تفاوض حول قضية العسكريين المخطوفين، وأن لواء إبراهيم هو الجهة الرسمية المكلفة والمعنية بمتابعة أي مفاوضات بشأن كشف مصير العسكري. في النشط بعد الفاصل: الهدوء يعود إلى مخيم عين الحلب بعد 3 أيام من الاشتباكات. أهلا بكم من جديد. جثمان شهيد أحمد البلي الذي سقط في اعتداء بوركينا فاسو الإرهابي يصل إلى لبنان، والبعثة المكلفة بمتابعة القضية تسلمه إلى ذويه وتؤكد متابعة نتائج الهجوم مع السلطات الرسمية هناك. التقرير لعلاء سرح.
إلى مطار رفيق الحرير الدولي وعلى متن الخطوط الجوية التركية، وصل وفد البعثة الرسمية للهيئة العليا للإغاثة المكلفة من الرئيس سعد الحريري متابعة أوضاع اللبنانيين الذين سقطوا في الاعتداء الإرهابي الذي حصل على المطعم التركي بالعاصمة بوركينا فاسو. أقارب الشهيد أحمد البلي الذين حضروا إلى صالون الشرف في المطار استلموا جثمان ابنهم من اللواء الركن محمد خير بإشراف الصليب الأحمر. اللواء خير توجه بالتعازي إلى أهل الشهداء باسم رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه أجرى الاتصالات اللازمة مع كبار المسؤولين الرسميين في بوركينا فاسو الذين أبدوا كل التعاون والاهتمام. السيد بلي الله يرحمه أحمد بلي إجا معنا، والسيد محسن فنيش الله يرحمه اتفقنا معهم مع عائلته هناك، حسب اتفقنا مع سفيرة السنغال عقدنا اجتماع معهم هناك كمان ببوركينا، وتفهمنا على انه كون اهل وامه طالبين انه يندفن بالسنغال، هذا الاساس اضطرينا نحن نساعدهم ننقلوا كمان على السنغال. اما مدامته وهي جنسيه كنديه واصل كندي، كمان تم التفاهم مع سفيرة كندا وتم نقله بعتاد اليوم تم نقله على كندا. عائلة الشهيد البلي شكرت السلطات اللبنانية وبخاصة الرئيس الحريري لسرعة المتابعة والاهتمام منذ وقوع الحادثة حتى نقل الجثمان إلى لبنان. هذا لواء الخير، لواء النبل اللي فرجنا اياه بهالسبعة من ايام حقيقة بيرفع الراس بتوجيه من دولة الرئيس سعد الحريري، بالفعل شيء بيرجع الثقة اللبنانية لحكومتها ولدولتها. هذا اهتمام نحن لمسناه بايدينا من الساعة 2 بالليل لحد هلا وبعدهم ماشيين معنا. الاخبار كانت عم تجينا من افريقيا انه لا اخ هيك، لا ابن هيك، لا والد هيك، كان لواء خير كان حاضن لكل الامور من اول لحظه لاخر لحظه. وتقدم ممثل رئيس الحكومه الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ايضا بالتعازي والمواساه الى اهالي الضحايا، مستنكرا الاعمال الارهابيه التي تودي بالابرياء. خيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلمي بعد تجدد اطلاق النار ليلا بين القوات المشتركه ومجموعتي بدر والعرقوب المتشددتين، وفيما أفيد أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريا رغم الخروقات. أشارت معلومات إلى انتشار عناصر من عصبة الأنصار الإسلامية في حي الصفصاف بالشارع الفوقاني للمخيم لتثبيت الاتفاق. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. بوادر انهيار التحالف بين الحوثيين وصالح. أهلا بكم من جديد. أعلن قائد عمليات قادمونية اللعفر أن القوات العراقية تمكنت من تحرير قرية تل السنباك وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال زنبر وقطعت طريق تل اللعفر المحلبية ورفعت العلم العراقي، فيما تكبد العدو خسائر بالأرواح والمعدات. وكانت القوات العراقية قد أعلنت عن تحرير 9 قرى في تل اللعفر. قال المخلوع علي عبد الله صالح إن أنصاره لن يكونوا موظفين لدى الحوثيين، متهما إياهم بالتمرد بالعمل على تمزيق الجبهة الداخلية. وأعلن صالح رفضه لمحاولات ميليشيات حلفائه إعاقة إحياء ذكرى تأسيس الحزب الذي يترأسه في صنعاء قائلا: أبعد من عين الشمس من يريد عمل فوضى بالعاصمة. وهاجم صالح الحوثيين وسطوتهم في صنعاء ومصادرة حقوق المواطنين والموظفين، وأرجع عدم صرف الخزانة العامة لرواتب الموظفين إلى اللجان الثورية التي شكلها الحوثيون. قتل مجند في قوات الشرطة المصرية برصاص قناصة استهدفت حاجزا أمنيا للشرطة متمركزا على بوابة مدينة العريش. هذا وداهمت القوات المصرية مناطق متفرقة بمدينة رفح تحت غطاء جوي من طائرات الأباتشي، وقد أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا وتدمير أوكار عدة، كما تمكنت من تدمير مخزنين للمتفجرات. أعلنت شرطة إقليم كاتالونيا الإسبانية العثور على 120 أسطوانة غاز كانت معدة لهجمات إرهابية، وذلك في إطار التحقيق بالهجمات التي ضربت مدينة برشلونة مؤخرا، لافتة إلى أنها لا تستبعد إمكانية أن يكون المشتبه بهجمات برشلونة والذي ما زال طليقا قد عبر الحدود إلى فرنسا. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الشرطة عن إمكانية ضلوع 12 متهما محتملا
في هجوم برشلونة الدامي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بجروح. أعلنت البحرية الأمريكية عن فقدان 10 بحارة من المدمرة US جون S. ماكين وإصابة 5 آخرين بجروح إثر اصطدام المدمرة الأمريكية بناقلة نفط شرقية سنغافورة. وقالت البحرية في بيان إن حادث الاصطدام وقع أثناء إبحار المدمرة فجر اليوم شرقي مضيقي ملقا وسنغافورة. بعد أكثر من 70 عاما البحرية الأمريكية تعلن العثور على حطام السفينة الحربية إنديانا بوليس والتي أغرقها توربيد ياباني في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. لغز المدمرة الأمريكية USS إنديانابوليس والذي بقي مجهولا لأكثر من 70 عاما من دون أن تتمكن البحرية الأمريكية من تحديد مكانها كشف مع العثور على حطامها والتي أغرقها توربيد ياباني في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية على عمق أكثر من 18 ألف قدم تحت سطح المحيط الهادئ. وفي عودة إلى الماضي فإن المدمرة كانت عائدة من مهمة سرية سلمت في خلالها مكونات القنبلة الذرية والتي أسقطت لاحقا على مدينة هيروشيما اليابانية. وذكرت قيادة تاريخ البحرية والتراث في واشنطن أن سفينة غرقت في غضون 12 دقيقة ولم ترسل أي إشارة استغاثة. قضية المدمرة عادت إلى الضوء بعدما كشف مؤرخ من البحرية عن معلومات جديدة في العام الماضي عن التحركات الأخيرة للسفينة، وأمضى فريق من الباحثين المدنيين بقيادة بول ألين المؤسس المشارك لمايكروسوفت أشهر عدة في البحث في بقعة تصل إلى 1500 كيلومتر مربع من المحيط. وأوضح ألين أن فريقه عثر على الحطام في مكان ما في بحر الفلبين الجمعة باستخدام سفينة مزودة بمعدات يمكنها الوصول إلى بعض أعمق الأماكن في المحيط. وقال ألين أن البحرية الأمريكية طلبت منه ألا يكشف بالضبط عن الموقع وأن يظل ذلك طي الكتمان، وقال إن الاكتشاف كان تجربة متواضعة ووسيلة لتكريم بحارة يرى أنهم لعبوا دورا محوريا في الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أنه كان على متن المدمرة لحظة غرقها نحو 1196 بحارا، تمكن حوالي 800 منهم من مغادرتها قبل غرقها، لكن غالبية هؤلاء لم تكتب لهم النجاة بعدما أمضوا أياما عدة في مياه مليئة بأسماك القرش، فلقي العديد منهم مصرعهم إما غرقا أو نتيجة الجفاف. ولم ينجو في النهاية إلا 316 بحارا، ومن أصل هؤلاء الناجين لا يزال نحو 20 بحارا على قيد الحياة بحسب البحرية الأمريكية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. كبتناهن نحو 15 قتيل. في اليوم الثالث من عملية فجر الجرود الجيش يلاحق فلول الإرهابيين واستسلام عدد كبير منهم. يا غيال يا مال عليك يا هلا بيك لك يا خيي. 3 شهداء للجيش في انفجار لغم أرضي بآلياتهم، وقائد الجيش يجول عند التلال المحررة ويزور غرفة العمليات. القوات العراقية تتقدم وتقطع طرق رئيسية إلى مدينة تل عفر. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. ما في أي تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري.